بتدرس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح تكريم أيمن أشرف مدافع الفريق قبل رحيله مع نهاية عقده. وجدد الأهلي عقود الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات اللي كانت هتنتهي آخر الموسم ده. نروح نشوف تقرير مع آراء جماهير الأهلي بخصوص تجديد عقود لاعيبة الفريق ونرجع نكمل أخبارنا. طبعا دول من ولاد النادي واكتر حق اكتر حد ان هم من حقهم التجديد، ودي خطوه كويسه. الثلاثه متالقين، الثلاثه في قمه مجدهم، الثلاثه ادوا النادي كتير، فاعتقد ان دي اقل حاجه ممكن نعملها للثلاثه. خطوه واصل ان هو يجدد حسين الشحات ده اكيد، ورامي ربيعه طبعا ده، وياسر، الثلاثه كان يعني مش هيطلعوا بره النادي. لا هم الثلاثه بصراحه اخر مواسم عاملين بصراحه حاجه محترمه وشريفه، ومن رايي ان هو احسن ليهم برضو التجديد في الاهلي، وبصراحه النادي الاهلي يعني بيفتخر بيهم ان هم موجودين، وجمهوره بصراحه بيفتخروا برضو هم بالاهلي، والجمهور بصراحه برضو بيشاركهم في اي لحظه سواء حلوه او وحشه. لا هم بصراحه يستاهلوا ان هم يكونوا في المكان اللي هم دلوقتي موجودين فيها، وهم كمان بيقدموا كتير جدا للنادي الاهلي، وده فخر كبير جدا اساسا. واللعيبه ادت للاهلي كتير جدا، وبالذات كمان رامي ربيعه لسه لحد دلوقتي ممكن يدي سنتين وثلاث سنين قدام، وحسين الشحات الاداء بتاعه في خلال الموسمين اللي فاتوا يعني مقدم اعلى مستوياته، ولا ده حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. والله هو الثلاثه يستحقوا ان هم يجددوا. حسين الشحات كان بيلعب بروح وبرجوله وكان سبب ان احنا ناخد دوري ابطال افريقيا، وياسر ابراهيم كان يعني يعتبر ثاني احسن مدافعين بحافظ على الملعب وراجل في الملعب. رامي ربيعه لما بنحتاجه بنلاقيه، وتاني نهائي ينزلوا في البطوله في عشان يدافع ويدافع الفرقه، ويعني ان شاء الله ناخد الدوري واللي جاي احسن. لا ما شاء الله الثلاثي عدى بشكل كويس قوي، وفي افريقيا برده شفت حسين الشحات ورامي ربيعه. لا ما شاء الله، يعني انا فرحان بالتجديد ده اصلا، وهو اصلا يعني كان نفسي حسين الشحات يجدد، وكنت عايز على الاول ما كانش يجدد. كان بيأدي ما شاء الله في افريقيا وكذا بطوله، وكان سندنا في الباك اليمين يعني ما شاء الله حلو، وبرده رامي ربيعه وقت ما بنحتاجه بنعوزه.